السلام عليكم. موعد انطلاق نهائيات كأس العالم 2023 للسيدات التي ستستضيفها دولتي أستراليا ونيوزيلندا. كأس العالم للسيدات تقام كل 4 سنوات، وتعد الولايات المتحدة الأمريكية الأكثر تتويجا بها ب4 ألقاب، وآخر بطل توج بهذه البطولة هي الولايات المتحدة الأمريكية. كأس العالم للسيدات 2023 هي النسخة 9 من كأس العالم للسيدات، وسيشارك في هذه النسخة 32 منتخبا من بينها المنتخب المغربي. تقسم هذه المنتخبات إلى 8 مجموعات، كل مجموعة تضم 4 منتخبات. وستنطلق مباريات كأس العالم للسيدات يوم 10 يوليو 2023، وسيكون نهائي البطولة يوم 20 أغسطس 2023 إن شاء الله.